منزل بالرياض، منزل لم يكن كسائر المنازل، يقع في أكثر أحياء العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا، وبداخله أسلحة وذخائر وخلايا نائمة ووثائق ومستندات. فماذا يقول حارس المنزل؟ قمنا بأمر التفتيش، إنه على أساس إنه في التفتيش، فقلنا لهم اتفضلوا. جو خشوا جو فتحنا البيبان وفتشوا ولقوا الأسلحة في المكتب تبت الترياك، وفي جزء أسلحة اتلقت في غرفة والله في المكتب، عايزين لقوا بعض الأوراق مستندات تقريبا. الوثائق التي ضبطت بمنزل نائب رئيس حكومة الجنوب بالخرطوم كشفت عن المخطط الآثم الذي تخطط له الحركة الشعبية عبر عملائها بالداخل، وأوضح بجلاء حجم التآمر الكبير. والخرائط والوثائق المضبوطة لا تستهدف هجليج فحسب، بل تخطط للوصول لعدد من المدن ثم الخرطوم بالتنسيق مع الخلايا النائمة. وهكذا يستمر مسلسل الحركة الشعبية في دولة السودان. وجدت وثائق عن البترول السوداني، حجمه وخطوطه وما تم اكتشافه وما سيكتشف لاحقا، ووثائق خطيرة أخرى. يوسف عوض الجيد، تلفزيون السودان، الخرطوم. من ناحية أخرى، أكد مساعد